والسؤال الثاني، هل النذر يعيق عن الأرزاق؟ يعيق؟ نعم يعيق الأرزاق. طيب شكرا، خلاص الله يبارك، بارك الله فيك، أحسن الله إليكم. بالنسبة يقول كثرة النذور هل هي تعيق الأرزاق؟ لا ينبغي للمسلم أن ينذر، بل هو في سعة، ولكن إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، مع قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وقوله تعالى في الأبرار: يوفون بالنذر، فيوفي بنذره إذا كان نذر طاعة. ولا يسبب النذر وكثرة النذور تسبب منع الأرزاق، ولكنه لا ينبغي الدخول في النذر ابتداء، إذا دخل به وهو نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. ولا يعتقد أن النذر هو الذي يجلب له الرزق أو يدفع عنه المكروه، قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نعم.